الضابط حس بأن الطبيب خايف، خايف منه. طبعا الطبيب لما سأله أنه شنو سبب الزيارة، قال له بأنه جاي يشكر على العملية اللي أجراها إلى لما أصيب قبل سنوات، سنوات طويلة. الضابط شعر بأن هذا الطبيب ما ماخذ راحته. قال له دكتور شنو المشكلة، أنا أشوفك ما مرتاح. قال له والله يا حضرة الضابط أنا فعلا ما مرتاح. قال لي ليش أنت ما مرتاح؟ قال لي لأنه أنا لما أجريت لك العملية كنت مضطر أن أخذ أكبر كمية من مخك حتى أخلصك من الشظايا، لأن هاي الشظايا كانت معناها موتك الحتمي. قال لي الضابط وشنو المشكلة؟ أنت قمت بواجبك وفعلا سويت العملية والحمد لله أنا عايش. الطبيب قال لي أنت طبيعي؟ قال لي أنت طبيعي؟ الضابط قال لي يعني شنو أنا طبيعي؟ أنا قدامك. قال لي عزيزي إحنا عندنا بالطب أنه الإنسان اللي يؤخذ منه هذه الكمية من مخه، يعني هذا يعني شقل لك يعني يكون أخطر من المجنون، هكذا معلوماتنا الطبية. الضابط قال لي لا دكتور أنت حيل متوهم. قال لي زين أنت الآن بعدك عندك منصب بالدولة بالجيش؟ قال له شنو منصب بالدولة؟ قال له أنا مدير مخابرات دولتي، أنا مدير جهاز المخابرات، كل شيء ما بيه تران كل شيء ما بيه. فهذا الاعتقاد كان موجودا أنه بعض الناس يعتقدون أن مخ الإنسان يمثل عقله. لا لا، مخ الإنسان ما يمثل عقله، العقل جوهر مجرد في ذاته وفي فعله. المخ هذا ممكن يساعد ولكن هو ما له علاقة، مو هو العقل. واضح عزيزي؟ طيب ما رأيك في كتاب المراجعات؟ عزيزي أنا كتاب المراجعات نشرت فيه أكثر من مقطع.